انت في ايه؟ معلش يا ابني، معلش بغصب عني يا ابني، معلش غصب عني كده وشفت ايه بس يا شيخ؟ معلش. اللي عايز العسل، العسل الابيض، العسل، العسل الاسود يا جماعه، العسل. تعالي خدي عسل، عسل اهو، عسل اهو يا بيه. حلو العسل ده حاجه؟ جميل يا بيه، تعالى بص ودوق. لا زي الفل والله، تعالى ودوق. لو حلو هتاخد منك على طول العسل. طب تعالى وبص وشوف الاول، انزل بس وتعالى وشوف. بسم الله بسم الله بسم الله. نزلني يا ابني، حطتني حطتني يا دوب. معلش بغصب عني يا ابني، معلش غصب عني كده وشفت ايه بس يا شيخ؟ معلش يا ابني، معلش بغصب عني. ايه العرب اللي احنا فيه ده؟ يا ابني بس انا بدور على عيالي يوتما، معلش حقك عليا. مش ايه العرب اللي احنا فيه ده؟ معلش يا ابني، حقك عليا، حقك عليا، مش واخده بالي والله. ايه ده وبتعامل مع الست الكبيره كده ليه؟ مني يا ابني، حقك. الله 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 الله، حقك عليا يا ابني، مش هطلب حتى سنها حتى. ده انا بجري على اتنين يوتما يا ابني، حقك عليا. ذنب انا ايه يا ستي؟ معلش معلش. مش ذنبك انا ليه؟ حقك عليا يا ابني، بقول لك انا بجري على يوتما يا ابني. معلش معلش يا ابني، حقك عليا. بزعلي كده؟ بزعلي كده ليه يا ابني؟ بزعلي كده؟ بزعل عشان ده يا استاذ. طيب بالراحه بالراحه. معلش يا ابني، انا باكل على اكل عيش يا ابني، ضرب اتنين يوتما يا ابني. يعني ايه يعني؟ يعني بكام يعني؟ هتدفع لي ثمنه؟ هدفع لك ثمنه. تقدر على ثمنه؟ انا بجري على اتنين يوتما يا ابني، معلش. بكام؟ ما تزعلهاش كده، بكام يعني؟ خلي بالك استاذ، يا سيدي ما تزعلهاش. انت بكام ده؟ معلش حقك عليا يا ابني، حقك عليا. بصي بجري على اتنين يوتما دي ست على باب الله. هو ذنبي؟ ما تزعلهاش كده وشوف بكام وخد ثمنه. ب 1200 جنيه. ب 1200 جنيه؟ ايوه. ليه كده يا ابني بس يا ابني؟ معاك ولا هتسلفهم يا استاذ؟ يا ابني ما هو اكل عيش. بص يا ابني الكب برضه. انت يا حاج والنبي مش عايز اسمع صوت. اتفضل. حول الله يا رب. ادي 1200 جنيه. ما تزعلهاش. معلش يا ابني، حقك عليا يا ابني، اكل عيش يا ابني. مش كفايه اكل عيش انت تدلق في الارض كمان؟ مفيش رحمه. بلاش اقرب بقى. يا حول الله يا رب. استنى بيه، راح فين؟ همشي. هروح فين يعني؟ هات الطقم. طقم ايه؟ اللي انا اشتريته. وانت هتاخد الطقم ده؟ انت مش بعت لي؟ طب وانا ماشي ازاي كده يعني؟ ماليش فيه. ايه اللي مالكش فيه؟ انت مش بعت لي، قلت لي ب 1200 وانا ما اتناقشتش معاك. يا عم انت مجنون ولا ايه بالظبط؟ الطقم ده بقى بتاعي خلاص. انت تبعها كده على انت مش بعت. انت مش بعت. انت هتاخد الهدوم وتاخد الفلوس. يا رب استغفر الله العظيم. انت هتاخد الهدوم والفلوس. امشي ازاي في الشارع يا عم؟ انت بعت الطقم، ماليش فيه. ده بقى بتاعي خلاص. العسل كله الكب يا ابني في الارض. ده بقى بتاعي يعني. عايزه عايزه. بص العسل يا ابني الكب. اشتريه. اشتري ايه يا عم؟ اشتري الطقم. استغفر الله العظيم. انت مش خدت الفلوس وبعت؟ استنى يا عم، استنى استنى يا عم. انا دلوقتي يعني انت زعلان على ال ايه يا جماعه؟ تعالى يا حاج. في ايه يا حاج؟ الراجل ده واقف يشتري. ايه ده؟ ايه ده؟ عسل؟ بنولي له العسل، كنت بنبيعه ويدوقه. ايه دي اتفلتت مني البتاع. عوزك على ربنا يا حاج. ده البي مش عاجبه وعمال يزعق ويشتم ويغلط فيها. انا برب اتنين يوتما يا حاج. قلت له بكام الطقم بتاعك اللي انت عامل عليه الحوار ده؟ قال لي ب 1200 جنيه من غير نقاش. قلت له اتفضل ال 1200 جنيه. مش خدت ثمن الطقم يا عم؟ خلاص عايز ياخد. لا ده عايز ياخد الفلوس وياخد الطقم ويمشي. قلت له لا. امشي ازاي يا حاج؟ الطقم بتاعي. امشي ازاي في الشارع من غير هدوم؟ هو اشترى الطقم مش عارف. هدوم في الشارع يعني ولا ايه؟ لا. انت دلوقتي لما بتكب عليه العسل، مش الراجل ده اعطاك 1000 جنيه وبعد كده يعني قال عليه ماشي الطقم بتاعه؟ لا في حل تاني يا عمي، في حل تاني. يشتري الطقم. يشتري ايه؟ يشتري دي. ما بقتش هدومك، ده بقت ملكه. انت خدت ثمنها. انت مش خدت ثمنها يا بيه. انا مش فاضلكوا على فكره. خلاص اشتري الطقم. انا بقوله عايز فيه كام؟ 2000 جنيه. عايزك يا باشا، انت عايز الطقم اللي انت لابسه؟ عايزه. بتقولوا ايه يا حاج؟ خلاص انا اشتريته ده بتاعي. خده ادفع 2000 جنيه يا عم. انتوا بتقولوا ايه؟ ما هو ما بقاش هو بتاعك. صح الراجل ده اشتراه وهو عليه. ما بقاش بتاعك. انا مش مستوعب اللي انتوا بتقولوه طبعا. ايه اللي مش مستوعب؟ مش حاجه يا بيه. انت مش قلت الطقم ب 1200 جنيه وانا قلت لك اتفضل صح؟ طب لو انا قلت لك مش بقى هتغسلوا لي؟ لو ايه؟ هات نغسله لك يعني. لا لا تيشيرت اغسله لك. طب لا لي هدومك البسه وخد. لا انا ما كبتش عسل ولا خدت فلوس، انت اللي جبلت عوض. يعني ايه الحل دلوقتي؟ انت من البدايه يا باشا بعت 2000 جنيه. عايز تشتري عسل فيه كام؟ 2000. ده ما بقاش بتاعك. عشان تمشي بيه لازم تدفع الفلوس اللي خدتها منه. ده 1200 جنيه هم. ايوه منه. وهات 800 جنيه. تمن الطقم اللي انت لابسه. هات 800 جنيه. ملكه. ملكه ايه وزفت ايه بس؟ انا مش والله خلاص ما بقاش بتاعك.
حاجه واشتريها بفلوسه. يلا باشا توكل على الله. خد يا استاذ فلوسك اهي. هو انا في ايه يا جماعه؟ انتوا بتغفلون ولا ايه؟ ليه؟ انت اللي عملت كده. انت بحت طقمه وقلت لي كذا. ما ظبطتش بخاطرها. طب ادي عسل يا عم. ولا عسل ولا الله يسلك الحال. يلا توكل على الله. يا عم ده بصرف على يوتما يا عم. خلاص يا حاج والنبي. خلاص يا حاج ولا يهمك سيبك منه. خلاص يا حاج عوض ربنا. خد يا حاج عوض ربنا. خلاص يا ابني. خلاص يا ابني. دول من نصيبك يا حاج. خلاص يا ابني. ربنا يشبط بخاطرك يا رب. ربنا يشبط بخاطرك. دول من نصيبك يا حاج. عايز حاجه ثانيه يا حاج؟ لا يا حبيبتي ما تزعليش نفسك. والله ربنا يوسع عليك يا رب. ربنا يوسع عليك. لا يا حبيبتي ما تزعليش نفسك يا حاج. ما تزعليش نفسك. ربنا يوسع عليك كتكوت. ماشي يا حاج توكلوا على الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. لا راجل مستفز.